طيب دكتور، أنا ركزت على القربان لأنه تعرف حضرتك بأنه إبراهيم النبي انفرد من بين، يعني هو إحنا قبل إبراهيم ما عندنا أنبياء يعني مكتوب عنهم أو أنتجوا أديان. بطبيعة القربان هو تقرب إلى الله بابنه على مر إسماعيل. أنا في رؤية، ها؟ في رؤية هو رآها، في رؤية هو رآها فأراد تطبيقها. هم ممكن نلقى علاقة ما بين هذا القربان الغريب والفريد من نوعه وأشكال القرابين بلاد وادي الرحيل؟ ماكو. لا، الفكرة مختلفة. فكرة مختلفة. فكرة مختلفة. الحوار مختلف. الغاية مختلفة. هناك فكرة، فكرة شرك، فكرة وثنية، فكرة تعدد آلهة، فكرة في أديان وراد بلاد وادي. شخصيات من الكهنة تحكم بين البشر، تستنزف الاقتصاد، تضغط عليهم. بوصفهم رجال دين مختلفة. طيب